انا كما كان بين غطي النميشات. المهم انا كنت كندير شي كواريت وفاش كنمشي عند الناس كنقول لهم حنا كما كيصاوبوا لي ما كدير لينا ماما الفطور نتاع رمضان. وحق الله على العاده كنت باتل انا كنت كنطير. سمح الله ترجع داكشي ترجع داكشي بالهداوة. يا الصورة ام يا الصورة الفنة تحشتك هادوك مراكش ترحب بيك حتى انا ما كنعرفكش ما كنعرفش مراكش انا كان ما كيكون شي عاد عينيا هادي سبقات العيون ما كنعرفوش حنايا غادي ندير لكم اوتو ماكياج فرسك انا ما كنعرفش الماكي عرفتش شنو كندير انا كنحط الفيسبوك وكنحط دوك المشهورات في الماكياج شوفوا انا راه ماشي سامبل باسكو ما كنبيش الماكي راه حيت ما كنعرفش الماكي شنو تسحبكم مش انا سامبل حيت ما كنبيش ندير الماكي سامين قلت سامي ما كنعرفش الماكي لا ما يمكنش شوفوا انا عاود لكم هادي شتي تقولي اش يسرى ديري اش انا كنت نار الكدية انا كنت نار القادية كل شي كيتبرى مني الدرب ديما ندفع تا انا وياه جاوك علي المخس كنقرب سميتو كنقرب حيت ما دايراش نضاضري زعما على اساس اللي درت نضاضره ما كنشوف والو لا شوفو كنجبد سمعي كنجبد هذوك دوك على ما كنجبد المغربيات و ترضاش كنجبد دوك لي زاميريكان دو سود وداكشي بعدا اصلا يا عيني عيش كحلهم وجاو كليد بعدا على مزيان انا وانا عيني تتقوى بعدين قلت كان هاجي كيصل هذاك الفابو بيق كيوصل حتى لهنا وديما تكتبوا لي في التعليق تكتبوا لي راه ما زوينش الفابو بيق تنقولها سيري راه انت ما فهمتيش ديال المنطقه جديده كنجبها عليهم شعرك كان زوين من يلاه خرجتي ودابا خرجتي عليه هو ما عندي ما ندير اصاحبي شي راه حصت عيني ما عندي ما ندير البنات لان راه الخدمه وصلت ما بقيتش ندير الاولا بلاكس لشعرك راه في مواد خايبه قطعتو قلت لكم قطعوا راه قلت عليكم قلت لكم قطعوا قطعتو حتى انايا وكنحط هذوك كنحط هذوك دوك امريكاني اللي بداو الامريكاني دابا يقولوا سكينه حمقه ودير العقل راسها انا صاحبك ونزل العقل انا صاحبك انا ما بغيتش العقل عندي ما ندير بالعقل وسمعهم وكنحط هادوك وكنجلس عندي 13 مليون تليفون دو تان 17 مليون تلعكر و 16 عندي انا هاد الباليت اللي عندي يمكن ما عندكش انت اللي كتخدمي بهم نقول لهم انا عارف ندير تحت شوفي عندك بلاكارت الباليت وهاد الشيء عندي شي 600 شيطه المهم عندي كاع هادشي كاينين عند لي ماكياج وكنجبدهم كاملين وكنحطهم كنشرهم كنحس براسي زعما شي وحده واعره راه غادي نصاوب في الاخر كنلقى راسي انت لافونت بخيفي نهار السبت انا غادي نكون فيها ونهار الجمعه يكون فيها جواب قنانه تبقاو تكثروا في المسحائق حتى يجيكم سرطان الجلطين جيني يا اخت فمك الحسو الكلب واختي شنو قالت لك بيجيني ما السرطان لا حنا ساعة المكانه وكنهزو ما عرفت انا ما نهبط ما نخرج من هاد الاوطيل ان شاء الله حتى نحيد هادش حيت كيجيوك فابور والله اختي الا دوك لي باليت اللي شاريهم وتدنو بيان مسموم انا بعدا راه تيجوني فابور كنصوب غير نبقى نشوف فيك حبيب السكن اش كديري تا غير نقولي تا غير قولي لينا اش فاش اش كندير فاش بليتي
راسك انا هادي اللي درتها حتى تولي تقطر في الوجه. لا عاوتاني باش باقي نبدا نديرو لابور هكا ديريه مزيان ما دايرش ما يمشيش لينا زوين. هذا شنو هذا؟ ما عنديش هذا اللي كينشف. شوف غادي ندير لكم واحد الكونسيبت واعر البنات في رمضان، فكرت فيه انا ومنيه. الناس ديال مراكش يزو يجيو يديرو هكا، غادي نديرو مراكش وغادي نديرو كازا يزو يجيو مراكش. صح انا تعصبت بلاصه هذوك اللي كينقادو لك كتحركي بزاف. ما عندي ما ندير رموش هادو صغار موالفين موالفين هما موالفين عندهم تيدوزو غير العراسه الجنيات. حبسي تضروني قدامي. واش عندك العرس؟ غنتزوج اليوم. زيد تيك وقولي مراكش وزيد تيك وقولي كازا. فقررت الفكره ديالي والانتاج ديالي والتنفيذ ديالي انا ومونيا، ولكن كلشي ديالي عندكم. تخرج لكم هذيك صاحبتي مونيا المسمومه تقول لكم انا راهي ما دارت والو، انا اللي فكرت فيها. غادي نديرو مسابقه وغادي نديرو فطور فطور عند متابعه اون فوا باغ سيمين. يعني عندنا 4 سيمانات غادي يكون اون فوا باغ سيمين فطور عند متابعه. غادي نختارو متابعه من مراكش، السيمين الثانيه متابعه من مراكش، الثالثه من كازا، الرابعه من كازا. شتي ماكياج يهبل. ولكن شوفوا الكونديسيون سي كو المسابقه اشنو غادي يكون فيها البنات؟ شوفوا عندي انا محجبه تبارك الله، محجبه شداني من اللور ومحجبه شداني من القدام. اشنو غادي نديرو من قبيله وانا كنسول فيك اش كديري؟ كتماكي جبتي ليا العكس كنماكي خرجتي على شعكوكتك وصافي. كون كان فيه الخرقه ما نوض في مراتك حساسه. انتوما اللي افكاركم خايبه. انا قلت مناطق حساسه، انا عندي الرموش مثلا حساسين، عندي عيني حساسين، عندي 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 مثلا هاد الجهه كينوض ليا فيها الحبوب حساسه، يلا عندي هنايا كينوض ليا فيها محبوب في الجهه الحساسيه. ايوا انا ما قلتش، انتوما اللي تفكيركم خايب كضحكوا على شي حوايج انا ما قلتهاش. ايوا عاوتاني قولوا لي شي حاجه اللي ما قلتها. لقاتاني هادي ريلز، هادي لقاتها الدور في تيك توك. انا تنكون جالسه فشي بلاصه فشي بلاصه وصوتي تيدور ني في حساس، انا فيا الحساسيه، راسي حساس. والمهم راه صحابكم واش انا ماشي انا. وخلوني نكمل لكم. كتقراي لي بغيتي وهي صبري لي يا حبيبتي. الزين خليقة والشعر تلبيقة وجمع رجليك بابل الحميقة. الفطور على حساب كل واحد على حسابهم، ماشي مشكل على حسابي. غير هو انا فين ما جات سميتو، فين ما جات المسابقة، يعني بغيت انا هذوك الناس هذيك الدار اللي غادي تجي فيها المسابقة غادي يكون الكونديسيون انها تكون على طبيعتها، فهمتوا؟ غادي تكون على الطبيعه ديالها. يعني تكون هذيك المراه مثلا كدير حريره حامضه ولا حريره هذا تدير مسمنه اللي ما تزيدش شي حاجه باسكو حنا جايين نو. يعني بغيتها دير داكشي اللي مالفه كدير بيت نشاركو معاه. يعني ما بغيتش شي وحده حتى شي حد ما عندوش وجاتو جات فيه المسابقه ما بغيتش شي وحده ما تكونش عندها وتمشي تكلف على راسها نو ما بغيتش. فهمتوا كيفاش؟ شتو المكياج كي داير زوين كتماكي هاد العفيريتا نهار تكونين في الفندق كل الوقت نهار السبت ان شاء الله مع الخمسة العشية. ردي بالك من الدوكان الطالبات اللي جا فينا تجي اللي وكلتني الدوكان غادي تمشي تضرب 25 عام ديال الحبس عام كاين طرف عام في الودايا ويزو من الودايا ويجيو غادي يجيبوها دوره شرفيه غدوز 84 حبس اللي وكلتني الدوكان.
خصها تفكر مزيان قبل ما توكلني التوكل، حيت دابا راه كاينين داكشي دقيق ثم دقيق ثم دقيق ثم دقيق. وزيدونا انا ما تناكلش في البلايص وما تناكل عند حد وكنعرف شنو كناكل.